بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن تحدث أخبارها بأن
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال